يضيع الشبك هذا تبعه كمان، يمكن يرخي ويروح عشان ما يموتش. حصل لي ثلاث مرات، كل مرة أعطل من الثاني. الطلقة جاء على طول مباشرة في عيني على طول زي هيك. ارتميت انا على طول، بقيت ماسك الماتور وقعت على الارض، وصرت على طول مباشرة انتق من طمي دم على طول، صار معي نزيف وعيني لقيتها، بقيت اشوف فيها ستة على ستة، لقيت بشوف الثلاث متر فيها على بعض. في جوا 15 ميل و12 ميل و10 ميل في زي ارض صخور، صخور هذه ارض الصخور بتحوى السماء. اما 6 ميل تنفعش ولا لحاجه، حتى للسباحه مش حتنفع، ومش فيها صيد. هاي زي ما انتم شايفين بالدين، هات لك 100 شيكل، هات لك 200 شيكل، لما الله يرزق بنسدك. بعنا ذهب نسواننا عشان نشتري بنزين ونسرح. هذه الحالة بريون 45 43 43 43 60 65 70. So you've lost money, you've lost 50 shekels. أنا خسرت، ما جبتش حق البنزين اللي أنا حطيته. And how does that make you feel? مبسوط الحمد لله، الرزق من الله. هذه الخسارة واردة على الكل، مش عقدي لحالي.